احترامي سيدي، هذا الطرد وصل لسيادتك من شوي، طبعا مرقت على الجهاز الأمني واكتشفت انه آمن. خليهم يجهزوا للسيارة. بأمرك سيدي. شو؟ جبت الموافقة من شركائك؟ للأسف ما وافقوش يا صفوان. هم شايفينك كلك على بعضك كده ما تسويش 1% من اللي انت طالبه ده. طيب خلينا نروح للي شايفني بسوى وخلي رؤسائك يتحملوا نتيجة قراراتهم. يا راجل استهدى بالله، ده انت هتديني المعلومات وهتترجاني كمان اني اخدها ومن غير ولا ملي. ليه؟ الصور اللي معك بعد ما نفذ الديل مع الطرف الثاني هيكون ما إلها عزة، لأنه وعدوني بالحماية. مش هيلحقوا يا صفوان. أثناء ما احنا بنتكلم دلوقتي صورك مع الهانم على مكتب جمال وزمانه بيتفرج عليها وبيمعن عينه منها، وانت عارف طبعا بعد ما يشوف الصور ديت ممكن يعمل ايه. مش عم تصدق كيف عملت هيك؟ انت اسمه جنان؟ انت اللي اكبرتني على الجنان ده، وزي احنا ما كانش قدامنا غير القرار المجنون ده، انت كمان ما فيش قدامك حل غير انك تنفذ كل اوامري. احنا بالنسبه لنا كل حاجه تمام، والله رفضت كمال هيوصل لك في خلال ساعات، وافقت خطه خروجك من البلد جاهزه وهتتنفذ فورا، عليك انك تختار. المطلوب تديني المعلومات اللي معاك وخرجك بره البلد في لحظه. لا، المعلومات اللي معي هي الضمان الوحيد لحياتي. المعلومات اللي معي على فلاشيه مشفره وما حدا بيعرف شفرتها غيري. انا بجي معك بس توصلني لمطرح امن بفتح الفلاشيه وبعطيك اللي بدك اياه. ده كمان حل مرفوض. زي ما انت مش ضامني انا كمان مش ضامنك. والحل؟ هاخدك مصر ومعاك الفلاشه وهناك تفتحها وناخد منها المعلومات ونرتب لك كل خطواتك اللي جايه. خليك ذكي وفكر كويس، احنا قارب النجاة الوحيد بالنسبة لك. كيف يعني مش لاقينه؟ ايش بخر؟ ابعث اشارة لكل المطارات وكل الموانئ والنقاط الحدودية، قلبوا البلد، قفلوه لحد ما تجيبوه، فهمت؟